أكاديمية ناصر لتعليم التنس الأرضي تحييكم. بيت سامبرز، يلا في بدايته بيت سامبرز كان معظم المدربين قالوا إن هو مش قد التنس ولا حمل التنس، أروح هناك أشيل لفة إيد، ها برافو. ولكن في لما بدأ مع مدربين أخرى بدأ إن هو يتعمل له إمكانيات تانية، وصل وصلة جميلة جدا. بيت سامبرز من مواليد 12 أغسطس 71، أمريكي الجنسية من أصل يوناني، هو صاحب المركز الأول على العالم سابقا، ويعتبر من أفضل لاعبين كرة المضرب على مر التاريخ. فاز 14 بطولة كبرى بالفردي وصاحب المركز الأول في التصنيف العالمي لعدة سنوات متتالية، وصاحب الرقم القياسي في الفوز في بطولة ويمبلدون 7 مرات، انتصارات متتالية في ويمبلدون، وفاز أيضا ببطولة أمريكا المفتوحة 5 مرات، وفاز ببطولة أستراليا 2 مرات، ولكن للأسف لم يأخذ بطولة رولان جاروس لأنه لعيب متميز في النجيلة والأراضي الصلبة، ولكن في الأراضي الحمراء ما كانش موفق جدا. بيت سامبرس العرب، أين بيت سامبرس العرب؟ عايزين نشوف بقى بيت سامبرس العرب في الشباب العرب. طب شكرا.